هناك لغط كثير جدا حول الأساليب المستخدمة لعلاج الانزلاق الغضروفي، ويأتي على المحك السؤال المهم جدا: نعمل عملية ولا ناخد علاج؟ كثيرا من الناس بيعتقد أن الوسائل التحفظية مثل العلاج والحقن وما إلى ذلك كلها وسائل آمنة، ولا يفقه بكثير من الناس، حتى بعض الناس على المستوى الطبي، أن إجراء العملية الجراحية منوط به أمر مهم جدا، وهو متى توجهت إلى الطبيب المعالج. السؤال ده مهم جدا لو احنا بنتكلم عن وسائل الجراحة الحديثة. لو كنا بنتكلم عن وسائل الجراحة القديمة كان المريض بيتساب لحد ما يتحصل له المضاعفات عشان يتعمل له العملية. النهاردة علشان احنا ابتكرت وسائل حديثة وبقى عندنا تقنية عالية جدا، احنا بنحب دايما نعمل العملية بدري قوي، لان احنا هنقدر نعملها بجراحة محدودة التدخل، هنقدر نرجع المريض ده يشتغل ويعمل ويعود الى حياته بشكل طبيعي. ولكن مهم جدا ان احنا نتوجه بسرعة الى المكان المناسب.